السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة 12 من تجربتي في اسطنبول. للأمانة الشديدة أفضل وأبلغ وصف في الدكتور أيمن نور أنا سمعته كان من الدكتور مرسي في التسريبات اللي تابعناها كلنا في مسلسل الاختيار 3. وبرضو للأمانة عايز أقول إن التسريبات دي كان لها دور مهم في حسم قناعتي النهائية بخصوص جماعة الإخوان المسلمين. الدكتور مرسي قال عن الدكتور أيمن نور راجل ما بيتعلمش أبدا، وفعلا صدق الدكتور مرسي غفر الله له، فعلا أيمن نور راجل ما بيتعلمش أبدا الحقيقة يعني. بس المدهش ان بعد كده الدكتور مرسي فكر يعينه رئيس وزارة، والحمد لله ان ده ما تمش، لان ايمن نور كان فاهم بذكائه ان المركب غرقانة ومرضيش يتورط فيها، لان ايمن نور لو كان قبل منصب رئيس الوزراء في مصر كان زمان الشعب كله بيعاني زي ما العاملين في قناة الشرق لغاية النهاردة بيعانوا، ما عدا 2، واحد اجري وواحد بقال هم اللي بيطبلوا له يعني، ربنا يعافي الناس كلها الحقيقة. في مرة من المرات كمان سألت الدكتور أيمن نور، ما كنتش أعرفه يعني قوي وبالنسبة لي رمز كبير وسياسي، و2005 قلت له حزب غد الثورة أصدر بيان إن هو بيدعو إلى 30 يونيو أو مشارك في 30 يونيو 2013. قال لي ده محمد ابو العزايم رئيس الحزب واجتمعوا والأغلبية وانا زعيم الحزب وده رأي الأغلبية، لكن انا ما كنتش موافق على 30 يونيو الحقيقة. بعد كده عرفت ان لا في لا محمد ابو العزايم ولا في حزب اصلا، ده هو ايمن نور ومجموعة بكل اسف من المطبلاتية اللي يحبوا ياخدوا تايتلات كده بدل ما هم مش لاقيين حاجة يعملوها بيجتمعوا على الزوم، وانا طبعا كنت معاهم وربنا يعافي الجميع يعني الفترة الاولى. لكن بالمناسبة الاخوان عارفين ده كويس، لكن زي ما الدكتور مرسي قال عليه راجل ما بيتعلمش ابدا وكان هيعينه رئيس وزارة، برضو الاخوان عارفين ان هو رجل بلا مبدأ، بس ده بالنسبة لهم مناسب طالما في شنطة فلوس جاية باسمه وبناخد منها كذا وبندي كذا وبنستغل الشباب المعدين أسرع حرب، خلاص ده يبقى زي الفل وبطل ومناضل يعني. الفترة الأولى من عملي رئيس تحرير قناة الشرق كنت مقتنع تماما إن أيمن نور بايع شقة الزمالك وبيصرف على القناة، عشان كده أنا ما كنتش شايف أي مبرر لأي معد أو إعلامي بيطلب أجر عادل يعني عشان يعيش مش مبسوط، عشان يعيش كويس، لأن المعد أو الإعلامي من ساعة ما بيصحى لغاية ما بينام بيتابع الأخبار ويجهز الحلقة، حياته ما ينفعش يعيش حاجة تانية غير إنه صحفي يعني، حتى لما بيروح على طول على السوشيال ميديا يشوف إيه اللي حصل عشان يكون جاهز في شغله دايما، ما ينفعش يشغل ذهنه بفاتورة كهرباء بفاتورة مية. النص الثاني من عملي في قناة الشرق كنت عرفت بقى ان في تمويل وان الموضوع سبوبة كبيرة، بس طبعا مش هروح افتل لأيمن نور واقول له انا عرفت ان انت كذاب وما فيش شقة الزمالك والكلام ده كله، لكن كنت بحاول اعوض المعدين ازاي، اني بضرب مثل بشتغل كتير قدامهم بساعدهم في كل شغلهم بحمسهم عشان البلد، على قد ما اقدر كنت عادل تماما معاهم بساعد كل البرامج ما عدا برنامج مع معتز، فكانوا بيحبوني لدرجة ان الاستاذ جمال الجمل اخر شهر قبل الاستقالة قال لي في مكتبي يا حسام لو اتعملت انتخابات في القناة بينك وبين ايمن نور انت اللي هتكسب. قلت له كده انت بشرتني بنهاية عملي في قناة الشرق يعني، كانوا بيحبوني الغالبية العظمى يعني. ولكن كان مزعج ليا جدا ان ايمن ما عندوش شغله غير ان هو يتآمر على الـ 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 العاملين في القناه سواء معدين او صحفيين يعني. مثلا مره يجي يقول لي عبد الله الماحي لازم يسيب القناه فورا، الاعلامي عبد الله الماحي، اقول له عبد الله الماحي مش هيسيب القناه. يسيبها ليه؟
شاب مجتهد لغته العربية سليمة مقبول على الشاشة ليه يمشي؟ ما بقاش فاهم بتهب عليه فجأة ليه؟ بس بعد كده فهمت. يجي مثلا يبعت لي حسام رفاعي اللي هو بتاع الشركة اللبناني اللي عن طريق اللي بيجيب له الشنطة يقول لي خالد اسماعيل لازم يسيب القناة. قلت له انت اتجننت؟ ده خالد اسماعيل ده عضو في حركة 6 ابريل وليهم دور في ثورة يناير، وبعدين ده من افضل البروديوسرز اللي في القناة، راجل يعني عنده استعداد زي كده اشتغل 24 ساعة يمشي ليه من القناة؟ ما تتجنش يا حسام. طبعا ما حدش فيهم كان بينطق الا باشارة من ايمن نور. يتآمر على كل برنامج بينجح، يعني مثلا سامي جي يعمل برنامج في القناة حاولت اوظفه، كان جاي ممثل اسمه محمد عرفات اكتب له انترو كده كوميدي قبل البرنامج بتاع سامي، محمد عرفات عايز اجر 100 دولار في الحلقة ولا حاجة، لا مفيش. هشام عبدالله لما جه القناة بدأت اعمل له برضو مقدمات دراما كده التوأم، يطلع هشام عبدالله بدورين او ثلاثة واقول له نعمل ميزانية للناس لانها بتشتغل شغل اضافي وحاجات ملاليم مفيش. فهمت بعدها، او زي ما ايمن قال محلي بعدها بعد ما استقلت في قناة الشرق وبدأت اقدم رؤية في مكملين، ان معتز مطر هو اللي ما كانش طايق نجاح اي برنامج في القناة غيره. وكان عندنا رئيس قطاع اخبار سوري كان قال له مرة قناة دي برنامج مع معتز والباقي ديول، ده تصور معتز مطر كان وقتها قناة الشرق. وطبعا انا كنت رئيس التحرير، فرئيس قطاع الاخبار السوري جه حكى لي الموضوع ده، قلت له سيبك منه يعني ده بارانويا وتعبان في دماغه. فمعتز استخدم ايمن، او ده كان على هوا نفس ايمن، محاولة للتآمر على كل البرامج كل الشغل اللي بعمله بهستيريا. يعني انا اذكر ان مرة يوم جمعة عدى من غير ما اتخانق مع ايمن نور، فزوجتي قالت لي الحمد لله هو ايه اللي حصل له؟ ما اتخانقش معاك ليه؟ كانت طلعت ساعتها اشاعة ان سليم عزوز هيجي له تمويل وهيعمل قناة تانية، فايمن كان خايف من المنافسة يعني. لغاية ما اكتشفت الحقيقة ان انا في عالم زائف، في عالم غير جدي، عالم مريب، عالم منافق الحقيقة. فقررت ان انا استقيل واسيب قناة الشرق، وكمان اسيب برنامج سينما الشرق اللي كان وصل لمرحلة من النجاح والجماهيرية كبيرة جدا، لدرجة ان في بعض الاسماء الكبيرة كانت بتنزل اسطنبول ومن داخل الوسط الفني وتقابلني في اسطنبول قادمة من مصر، وكانت بتقابلني باعجاب وابدو اعجاب بالبرنامج. كنت بقولهم انتوا بتشوفوه، يعني انا افهم ان المشاهد العادي ممكن يعجبه، لكن ابن المهنة يشوف البرنامج كمان وكده لانه فاهم الصنعة. قال لي لا ده الحمد لله يعني فضل ربنا كان ليه شعبية. بس كل ده بالنسبة لي كان لا يعنيني مقابل اني اخرج من هذا المستنقع الحقيقة. تمام؟ بعد استقالتي وللامانة ايمن قعد يعد لي حلقات قديمة، ولمدة شهرين لغاية ما حصلت أزمة وشمور كان بيبعت وسطاء عشان أعود لقناة الشرق. يعني آخر وسيط منهم كان راجل كده بقال كده في نفسه وكان بيكلمني في الرجوع ولازم وهكذا، لكن لما قامت أزمة العاملين وشمور وأنا نحست للعاملين ولادي، يعني معظمهم أساتذة كبار طبعا لكن كان ليا دور في تدريبهم وتعليمهم، فطبعا نحست اليوم في وشمور. الأزمة كانت شهيرة وخدت صدى، وأيمن فصل 11 واحد وعمل وقفة احتجاجية ضد أيمن نور. وقتها أنا كتبت يعني البوست بتاع أن سأذكر التاريخ أن أيمن المعارض اللي المعارضين عملوا وقفة احتجاجية ضده في الغربة، وجاب البوليس وطرد ناس وشد موبايل خالد إسماعيل. والسخيف بقى ساعتها ان ايمن نور كان في التليفون بيكلم الناس ان حسام ده امناجي، حسام ده مزروع، حسام ده عميل، حسام ده اللي كان بيشتغل 24 ساعه في القناه ما طلبش دولار واحد زياده في اجره. تمام؟ لكن بدا ينشر زي ما بيعملوا دلوقتي، زي ما بيعملوا دلوقتي يعني. لكن انا انحست طبعا للعاملين مظلوميه، ناس بتشتغل وبتاخد اجور غير عادله
والشغل كتير وفي غربة والحياة صعبة جدا وبيتعاملوا فعلا كأسر حرب، بيتعاملوا معاملة عايز اقول غير ادمية في حاجات كتيرة في تفاصيل كتيرة مش عايز اوصل لها، ده غير كانت فكرة التآمر على كل الناس، يعني ايمن كان بيتآمر على كل الناس ما عدا معتز في هذا التوقيت. بعد كده المح لي ايمن لما اشتغلت في كملين ان معتز هو اللي ما كانش طايق حد، مش طايق حد ينجح وهكذا. اذكر ان معتز طلع اللي هو معتز بقى الثورة والاخلاق والمبادئ، عمل حلقة واستضاف اعلامي عشان يقولوا ان العاملين الذين احتجوا، ده مطلب عادل، مطلب فئوي، امال بتكلموا ناس في العدالة ليه، على ايمن نور دول امنجية. واستضاف في الحلقة دي اعلامي ليه قصة لطيفة هحكيها لكم بدون ذكر اسمه، لان في ناس انا في تقديري يعف لساني عن ذكر اسمائهم. هذا الاعلامي الاخواني كان بيشتغل في قناة وطن بتاعت الاخوان، ولما خرج منها كتب على الفيسبوك غفرانك دعاء الخروج من الخلاء، وكأنه عايز يوصف قناة وطن يعني بانها الخلاء التويلت. يعني انا صعبان علي، طب ده ساب القناة هيشتغل ازاي، هيأكل عياله ازاي، وانا كان عندي هاجس اكل عيش الناس في الغربة مسيطر عليا. كنت دايما اتخانق مع ايمن نور مش عايز حد يترفض، ما هيروح فين، لحد بيعرف يتكلم تركي ولا يعرف يشتغل ولا يعرف يرجع مصر. فكلمت ايمن يشتغل، ايمن اتفق معاه واداله كلمة، وبعد وطبعا ايمن اخر واحد تصدق وعده واخر واحد تصدق كلامه، الحقيقة كذاب جدا ربنا يعافيه يعني. وبعد كده لقيت ايمن بيكلمني يقول لي بلاش فلان ده عشان خاطر اصله هو اراءه متطرفة شوية. بالمناسبة فلان ده اعلامي مذيع شهير دلوقتي في قناة الشرق، بس مش هقول اسمه يعني. قلت له انت اديته كلمة، قال لي لا مش هينفع، ده اراءه صعبة. ومش صعبة، صعبة مين، الراجل في سني كمان مش حمل بهدلة، وولاده كبار وداخلين جامعة، تمام. المهم اتصل بي هذا الاعلامي، طبعا انا فهمت ان ايمن بيجامل الاخوان، مش هياخدوا بقى يشغلوا بعد ما كتب غفرانك وخرج منها، بيجاملهم. فكلمني هذا الاعلامي ايه الاخبار، البرنامج هيبدأ امتى، قلت له بص يا فلان اتصل بايمن نور واشتكيله مني واشتمله فيا، وان حسام معطلني ومعطل البرنامج، وان حسام ظالم، والله العظيم قلت له كده. قلت له لما هتشتملي فيا ايمن هديك ميعاد ويقول لك تعالى على القناه، وهيكلمني ويقول لي يلا يبدا برنامج فلان، لاني كنت فهمت نفسيه ايمن نور، واحد هيشتمله في حسام وهو شايف القناه معظمها بيحبوني، فحلو ده استقطبه بقى حارب بيه حسام وهكذا يعني. وتعين هذا الاعلامي، والى الان يعني بقى اسم كبير ما شاء الله الى الان في قناه الشرق. يعني قلت له اتصل بايمن اشتمله فيا هيفعل اتفاقه معاك، وهذا ما حدث. يوم هذا الاعلامي يقبل يطلع مع معتز يتهم زملائه بان هم الامنجيه وقال بيخربوا القناه لصالح المخابرات. والحقيقه مؤسف ان الناس دي بتطلع تمثل عليكوا الشرف والطهر والامانه هما الاثنين. وده يفسر لك ليه محمود حسين وجد في معتز مطر ضلته وفتح له قناه الشعوب في بريطانيا، طبعا بس هما بيحبوا بعض. بالمناسبه انا لما كنت بقارن حياتهم في اسطنبول حياه الف ليله وليله بسيدنا عمر بن الخطاب في عام الرماده وقرقري فليس لك الا الزيت والخبز، وقارن ان الناس دي عندها معتقلين في الزنازين واشوف حياتهم المرفهه في اسطنبول، اقول لك لا الناس دي موضوع الاسلام ده تجاره، واخدينه تجاره رسمي 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 حقيقه، وسبوبه وفلوس وهكذا. في الفتره دي انتشر فيديو شهير لخالد اسماعيل لما طردوهم من القناه، انا كنت استقلت بقالي شهرين، وهو بيقول يا استاذ معتز احنا مطرودين بره، احنا زمايلك احنا مرميين في الشارع. طبعا معتز كان بالنسبة له
من وجهة نظره ده دي المجموعة بقى اللي خارج سيطرتي في القناة، وانا هو كان عايز يوصل القناة زي ما قال رئيس الاخبار السوري برنامج مع معتز والباقي ديول، وكان هو وايمن شغالين تآمر على الجميع للامانة. يعني زوجتي لما شافت هذا الاعلامي طالع على معتز وبيتهمنا ان احنا بقى خاونة وامنجية ومخابرات، قالت لي مش كانت سامعة طبعا المكالمة وانا بقول له اطلع روح لايمن اشتمله فيا، يعني قالت لي ده اللي انت يعني عرضت نفسك للموقف ده عشان يتوظف عشان يتعين. بس هم دول جماعة الاخوان عامة، هم دول افرادها. يعني كان ده يتصل بيا لما تحصل لي ازمة بعد اعتقالي الاول والتاني، انت ليك فضل ومش على طول، يعني انت ليك صاحب فضل ومش عارف ايه. طيب انا اعتقلت تاني ورحت على الحدود، انا مش طالب منه حاجة، بس لو انا حد عمل معايا نفس الموقف اللي عملته مع هذا الاعلام الشهير ده، انا كنت اعمل وقفات في تركيا عشان يطلع من حبسه، اكتب صبح وليل ومساء عشان خاطر يطلع من اعتقاله من تركيا. لكن هو ده جماعة الاخوان المسلمين، ياخد منك مصلحته وبعد كده لو شافك في ازمة، شافك بتغرق، شافك في ورطة، ما يهمكش، ما يهموش، تموت وبتاع وهكذا. يعني بياخدوهم هم عندهم 13 سنة يفهموهم ان هم النور، هم امة محمد، اي مكسب ليهم مكسب محمد. فدي من المواقف، انا بس مش هقول اسمه لان زي ما بقول لكم في ناس يعني قدام عيني صغيرين قوي، انا حس ان لساني يكرمهم لو قلت اسمهم. يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا كنت سبب الخير اللي هو فيه لغاية دلوقتي، والشهرة اللي هو فيها لغاية دلوقتي. من ايمن بيقول لي ده راجل اراءه متطرفة عشان يرضي جماعة الاخوان، ليه عنده برنامج رئيسي في قناة الشرق. قلت له بس اشتم لي فيا وهو هيعينك، وفعلا انا فهمت نفسية ايمن. يعني استقلت من قناة الشرق منشورة، ومنشورة اسبابها الحقيقة كلها، وانا من الحاجات اللي بفتخر بيها ان كان عندي القدرة ان اسيب منصب كبير جدا واسيب برنامج شهير جدا عشان ابعد عن مجتمع الشرق سيطر عليه ايمن ومعتز مطر غير حقيقي. ساعتها كنت بفكر الناس دي عمرها ما تكون بتفكر في تغيير في مصر، في اصلاح حال في مصر. ده مجوع العيال، ده بيبص لهم في بون الاكل، ده جايب لهم مطعم بياكلوا اكل يفتح حتة الفرخة يطلع فيها دم. الحقيقة طب دول لو نزلوا مصر وسيطروا هم على الحكم، وطبعا ايمن بالنسبة للاخوان ده فرخة بكشك زي ما قلت لكم مرة، كنت بسمعهم بيطبلوا له الحقيقة في اجتماع اتحاد القوى الوطنية قيادات الاخوان بصورة قميئة. الحقيقة انا عايز اقول لكم لا تليق برجل، اي حد كان بيفتتح كلمته بتراتيل التطبيل لايمن نور. يعني لما حصلت ازمة العاملين في قناة الشرق وناس بتطالب بأبسط حقوقها وناس بتطرد في الشارع، قلت جماعة الإخوان في اسطنبول هتنتبه، ستصور ضد ظلم أيمن نور وتحقق العدالة، دول الإخوان المسلمين يا رجالة. الحقيقة دعموا أيمن نور بطريقة قميئة جدا. ليه؟ عصابة مع بعض بقى، عصابة مع بعض، هم يسيطروا على التمويلات ويسخروا بقية الناس عبيد اسرع حرب، لا تعرف ترجع مصر ولا تعرف تشتغل في حته تانية. لدرجه ان احد وسطاء اللي بيجيب الشنطه طلع على قناه الجزيره يدافع عن ايمن نور ويطبل لايمن نور. انا كنت بحترمه بصراحه، ومره بعت له على الواتساب قلت له انا بحترمك لسمتك الاسلامي، يعني انت لحيه ودقن وبتتكلم قال الله وقال الرسول، لكن اكتشفت حقيقه كم نفاق وكم زيف. طبعا الاخوان وقفوا جنب ايمن نور في الازمه دي، وقفت ايه؟ وقفت يعني جدعانه، وهم يعلمون عن ايمن كل ما تمنعني اخلاقي عن ذكره لحضراتكم، لكن وقفوا جنبه. هي دي جماعه الاخوان المسلمين، هم دول قيادات جماعه الاخوان المسلمين، هم دول الجسم او البادي بتوع السمع والطاعة بتوع قيادات جماعة الاخوان المسلمين.
فطبيعي دلوقتي يطلعوا الاجري يقول لك ده مؤامره وحسام وطابور خامس والنفس اللي اتقال لما تضامنت مع العاملين بعد استقالتي في ازمه قناه الشرق. الناس اللي كان بيجوعها ايمن نور، الناس اللي كان بيشغلها بالسخره ايمن نور، واستشرت العدوى في مكملين ووطن، بس خلي كل ملف لوحده، شباب معدين صحفيين بالسخره. اما تكون منافق واجري وبقال ماشي، لكن لما تكون انسان حر، لما تكون راجل، لا تطرد وتجوع على طول انت واولادك واهلك والسخيف. ان زي ما بقول لحضراتكم، زي ما اتقال على المجموعه من معتز مطر وهذا الاعلاني اللي انا كان ليا دور كبير قوي بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والخير اللي انا عملته في اسطنبول بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا يسر لي ان انا اعمله في اسطنبول هو اللي نجاني الحمد لله، ونجوته من القوم الظالمين، يطلعوا يخونوا زملائهم ويقولوا عليهم امنجيه. ارسل معتز مطر بعد ما سبق، بعد ما سيطر على الشرق وخلى ايمن نور يمكن سنه كامله ما يقدرش يخش القناه الا في اجازه برنامج مع معتز، ارسل لخالد اسماعيل قال له ما زعلش مني يا خالد، هو بقى ايمن نور هو السبب اللي وقعني في الناس الحلوه، تعرفش مين اللي وقع مين في التاني، لكن الحقيقه ان هم كانوا الاثنين بيتامروا لتدمير اي محاوله صادقه لتقديم اعلام محترم جيد. عشان كده في معياري انا للاخلاق الحقيقه، لو قارنت بين احمد موسى وبين معتز مطر، في رايي ان احمد موسى وجه واحد من اول ما ظهر على الشاشه، وجه واحد، اتجاه واحد، راي واحد، ايا كان هذا الراي تتفق تختلف معاه لكن هو راي واحد. لكن معتز اللي كان هيستقيل على الهواء من مصر 25 واللي شارك في اعتصام وزارة الثقافة واللي راح لأربيل الشفيق واللي ظهر على الهواء يقول لك مرسي غلطان والفريق السيسي نصحه ثم انقلب بالفلوس بالسبيك، وكان يتآمر على كل زمايله عايز يكسر أي برنامج كنت بحاول أوقفه على رجله في قناة الشرق، وده دوري كرئيس تحريري الحقيقة. صدقوني أحمد موسى في تقديري وجه واحد مش متلون ولا عديد الأوجه. وبرضو الحكم لحضراتكم، هقرأ تعليقاتكم واشتركوا في القناة وانتظروني بإذن الله في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة مع الوقت هتبدأ الأمور تسخن كثيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.